نفتح مديرية التوزيع لصون الغاز لتيسيز سيلت، وبالتالي كنت ضيف عندكم هنا لمدة 6 أشهر، وكان لي الشرف أن نكون مدير بالنيابة لمديرية التوزيع لصون الغاز سيارت لتقريبا 9 أشهر، وبالتالي يعني نعرف مليح ولاية تيارت، أهلها ناس طيبين لأني عشرتهم، عندي عدة أصدقاء وعندي يعني ذكريات الحمد لله كلها جميلة. وبالتالي كما تقدم السيد الوالي أنا حتى كي نعمل حاجة لولاية تيارت نعمل بكل فرح وسرور. يعني هذه الزيارة هي الزيارة الثانية من نوعها، تأتي يعني تقريبا سنة من الزيارة الأولى في نفس القاعة، كان هناك اجتماع مع السيد الوالي وكنا تعهدنا أمامكم بعدة يعني تعهدات. يعني اليوم يعني كفلسفة جديدة وكتجسيدا لأوامر السيد رئيس الجمهورية عدنا إلى ولاية تيارت أولا لوضع حصيلة يعني هذه التعهدات، يعني تعهدنا وقمنا ووفينا ولا ما وفيناش، وهذه يعني ديناميكية جديدة ومنهجية جديدة لمجمع صون الغاز، يعني اللي نتقابلوا مع السلطات المحلية ونعطوهم فرصة أنهم يحاسبونا كمجمع صون الغاز اسكو وفينا بالتعهدات تاعنا ولا لا. وبالتالي اليوم يعني نظن وأنا متأكد باللي كل التعهدات يعني أكثر من 95% من التعهدات اللي قمت بهم في نفس القاعة يعني تم تجسيدهم على أرضية الميدان. هذا لا يعني أن اليوم يعني كملنا تيارت كملنا نجيرو لا لا، يعني راح تكون عملية يعني راح نقول دورية، العام الجاي راح نزيد نرجع والعام اللي بعده راح نزيد نرجع، لأن الأمور كان هناك متغيرات نتحكموش فيها احنا، يتحكم فيها المحيط، وبالتالي راح تكون دائما لقاءات ما بيننا وبين السلطات المحلية لولاية تيارت. فيما يخص يعني زيارة اليوم يعني أنا جد مسرور بما أنه اليوم طلعت على أنه يعني حصيلة القطاع جد مرضية، يعني وهذا بشهادة يعني السيد الوالي والسلطات المحلية. وبالتالي اليوم في ما يخص يعني الخدمة العمومية مر علينا صيف 2023 حرارة جد قاسية، ولكن الحمد لله كانت هناك يعني خدمة عمومية جد حسنة، لم تكن هناك انقطاعات كثيرة، يعني بعض الانقطاعات وهذا شيء عادي.